لكل طرف ناطر إعاز من الخارج منقول لا في أم حنون ولا بيع طوف ولا أخ رؤوف. الدول مصالح ونفوذ ونحن ساحة سايبة بسبب الولاءات الخارجية. شي عنده مرجعية روحية وشي عنده مرجعية مالية وشي مفكر حاله صديق الروس وشي صديق الأمريكان، وكأن الدول والقارات بتصادق شخصيات سياسية. أحلى شيء إنه هول كلهم بيتهمونا بالسفرات. نحن ما في ورانا إلا شعب مقهور مكسور، وكل يوم بدهم يقنعوه إنه هو مختلف ومكونات وبعيد عن بعضه، هو كله آكل نفس الضرب ونفس المصيبة.